لا تزال العصا التقليدية تصنع الفرجة والفرحة وسط عشاقها عبر مناطق مختلفة من الوطن، فبولاية شلف خصوصا تعرف إقبالا لدرجة أن هنالك ألقابا تمنح على بعض ممارسيها المحترفين. الرياضة احنا موروث هذه الرياضه من جد جد كاع ولاد كاع يلعبوا المطرقه، الحمد لله ربنا عندي ولادي كلهم يلعبوا المطرقه، وموروث هذه الرياضه احنا موروثه من الوطن الجزائري، احنا ماذا بينا يشجعوها ما يخلوهاش تفلت لنا ما بين يدينا، حتى اليوم انا عندنا معلومات بعض الدول اللي حوسوا يتبنوها، احنا ماذا بينا السلطات العليا يتبنوا هذه الرياضه ويديروها رياضه رسميه. شيخ المطرق هو اللقب الذي يطلق على عمي الحبيب الذي يتفنن في المبارزة رغم تقدم سنه. من 84 دخلت هذا المطرق لولاية شلف، أول شيخ أنا مساوي ولاية شلف، أول شيخ الحبيب لو كانت 84 دخلنا المطرق لشلف. الله يبارك. الله يبارك فيك. وراه عندنا التلاميذ الحمد لله خرجنا مشايخ رمنا على يدين. عشرات المعجبين يتجمهرون في الساحات العمومية لمتابعة المتبارزين، والعديد من الشباب ممن يرغبون في التدرب على هذه الرياضة القتالية، فمنهم من قدم من عدة ولايات مجاورة على غرار مستغانة، غريزان، تسمسيلت وعين الدفلة. وجينا يعني جاي من عين الدفلة، وانا الشيخ عبد القادر الخرفي عرضنا وعرض الجماعة، وجينا رانا سهرانين في الليلة ورانا نلعبوا مطرق رياضة العصا التقليدية. هذه الرياضة تاعنا حنايا، وانا راني في مدة 37 عام في هذه الرياضة، واني مخرج على يدي الحمد لله يا ربي أكثر من شيخ، وراني داير المهم قضية التلاميذ راهي من 3000 ولا 4000 تلميذ، يعني في كل ولاية عندنا فيها تلاميذ، واليوم الحمد لله يا ربي راهم هنايا حلت لنا السلطات حلوا لنا الأبواب في هذه البلدية. وحسب المختصين في المبارزة بالعصا التقليدية، فإن تاريخ هذه الرياضة يعود لعهد الأمير عبد القادر، وتنتشر بشكل كبير في ولاية الغرب الجزائري. يحافظوا على هذا الإرث اللي هو يعتبر إرث وطني، كان بفضله كانت المقاومة الوطنية اللي كان يقوم بها الامير عبد القادر وزعاطشه والسومر وكاع، كانت هذه بالسيوف وظروف راهي بالعصيين لان راهي مسالمه. تبقى رياضه العصا التقليديه تحافظ على اصالتها وتاريخها في مختلف ولايات الوطن، فبمثل هذه التظاهرات التي تسعى للتعريف اكثر بها ونقلها للاجيال للمحافظه على تاريخ الاجداد وحمايتها من الاندثار.